مساء الخير. بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالن إلا يتابعونا، خليكن معنا. رينج 200 تاور سكني موقعه استراتيجي ببيروت بيطل على حديقة جبران والأسكوا وعلى بعد 10 دقائق من المطار. بانوراميك فيو على البحر والمدينة والجبال. مؤلف من 11 طابق وشقة واحدة بالطابق. مساحة الأبارتمنت 230 متر مربع، بيتضمنوا 2 صالون داينينج و3 ماستر بيدرومز. 9 أبارتمنت افيلبل للبيع وجاهزين للسكن واندر جراوند باركينج لكل الشقق. من أهم المواصفات الداخلية: رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، هيتينج وإير كونديشنينج سيستم، بالإضافة لبولت وساوند بروف جليزينج. رينج 200 تاور جاهز للسكن بوسط بيروت، تحديداً شارع فؤاد شهاب. مساحة خضراء بالطابق الأرضي بالإضافة لسيكوريتي مأمنة. ميرامار 2 بروجكت سياحي فخم بيشمل لبنان تحديداً بالألمون، بعيد 50 دقيقة عن بيروت و7 دقائق عن طرابلس. موقعه كاشف على البحر وخضار الجبل وفيو أكبر مرفق بيشمل لبنان. مؤلف ميرامار 2 من 4 بلوكس و70 أبارتمنت بالإضافة لأوتدور بول. تتراوح مساحة كل أبارتمنت من 90 متر مربع مع 2 بيدرومز وصولاً لدوبلكس 300 متر مربع مع 3 ماستر بيدرومز. مكون المشروع من 3 طوابق، جراند فلور بيستفيد من جاردن، الطابق الثاني تابع له تيراس، أما الطابق الثالث عنده روف توب مجهز ببرايفت بول مع بيس من قزاز كاشف على الليفينج روم بالطابق الأسفل. تونيل تحت الأرض بيوصل ريزورت ميرامار 1 بالمشروع السكني ميرامار 2، وبإمكانية جميع السكان الاستفادة من خدمات الريزورت. من أهمهم بولز، جيم، سبا ومطاعم وانترتينمنت. سبيسيفيكيشنز عالمية بالعمار والفينيشينج. سيكوريتي ومينتيننس 24/24. بالإضافة لأندرجراوند فلور مخصص للباركينج. 70% من الشقق افيلبل للبيع والمساحات ابتداء من 90 متر مربع. ميرامار 2 لوكجري بروجكت ضخم على بعد امتار من البحر ومأمن فيه احدث الخدمات. اما التسليم بربيع 2018. ابارتمنتس مع سند ملكية وتسهيلات مأمنة بالدفع. أبارتمنتس على شكل فيلل للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر مع فيو خضار وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلل. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات: مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت ايمن سيكوريتي 24/24 بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار.
K54 بروجكت سكني بمنطقة الكحالة، موقعه على تلة مطلة على بانوراميك فيو صوب بيروت والجبل، وعلى بعد 10 دقايق من بيروت. مؤلف البروجكت من 3 بلوكس، وكل بلوك من 3 طوابق وشقتين بالطابق. من 18 أبارتمنت بمساحات مختلفة تتراوح بين 140 و 400 متر مربع. أبارتمنت مختلفين سامبلكس وجوبلكس، وقسم تابع لألو غاردنز وتيراس. من أهم المواصفات مدخل خاص ومستقل لكل بلوك، جيم وتشيلدرنز بلاي جراوند، وهاي أند فينيشينج بالداخل. K54 Luxury Project بالكحالة جاهز للسكن، قريب من بيروت وبنفس الوقت بمنطقة آمنة ورايقة، مع فيو ما بينحجب بمحيط خضار وشجر. برايد أوف مرتقلة ريزيدنشال بروجكت بمنطقة الحزمية نيو مرتقلة، على قرب 5 دقايق من بيروت وبمحيط كله خضار وشجر. اثنين أبارتمنت بمساحات صغيرة أفيلبل للبيع. جراوند فلور 115 متر مربع مع تراس 40 متر مربع، بيتضمن 2 ماستر بيدروم. وجراوند فلور أكبر 166 متر مربع مع تراس 97 متر مربع، بيتضمن 3 بيدرومز وحدة منهم ماستر. لوكسري أبارتمنت مع هاي أند فينيشينج جاهزين للسكن، ومن أبرز المواصفات هيتينج سيستم، رخام أوروبي، انستولد كيتشنز وباثرومز أوروبية، بالإضافة لتو أندرغراوند سبوتس للباركينج مع ستورج روم لكل شقة. عرض مغري لآخر شقتين صغار ببروجكت برايد أوف مرتقلة. الجراوند فلور الأصغر 195 ألف دولار، أما الجراوند فلور الأكبر 315 ألف دولار. افتتحت أطول ناطحة سحاب بالصين بعد تأخر دام أكثر من عامين، مما أثار تذمر مستأجري الوحدات بالمبنى لأطلق عليه برج شانغهاي. وبتشغل أكثر من 60 شركة المساحات المكتبية بطوابق البرج البالغ عددها 128. ويعد البرج هو ثاني أطول مبنى بالعالم والأغلى تكلفة بالصين على الإطلاق بنحو 2.4 مليار دولار، وهو مزود بأسرع مصعد بالعالم وبيبلغ ارتفاعه 632 متر. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وتراسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكن تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضاً لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.